نظمت الاتحادية الجزائرية خلال يومي 17 و18 نوفمبر كأس الجزائر للاختصاص بمدينة تيبازو. تنظيمنا لهذا الكأس يندرج في إطار مخطط عمل الاتحادية بعنوان سنة 2023، ونكون بذلك قد أنجزنا نسبة 100% من مخطط نشاطنا. هذا النشاط هو بمثابة تحضير للمنتخب الوطني، مثابة تحضير كذلك للنوادي التي ستشارك على غرار عناصر المنتخب الوطني في التظاهرات المقبلة، وعلى رأسها البطولة المغاربية التي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل في تونس الشقيقة. هو كذلك تحضير لمختلف التظاهرات الدولية، وعلى رأسها والأقرب والأهم، خلينا نقول الأهم، هو بطولة العالم 2024 والذي تتشرف الجزائر بتنظيمه خلال السنة المقبلة إن شاء الله. حضرنا اليوم هذا المنافسة اللي هي كأس الجزائر لكل أصناف ذكور وإناث، والتي تندرج ضمن البرنامج العام للاتحادية الجزائرية لليوسي كامبيدو للموسم الرياضي 2023، الذي يعتبر آخر نشاط للاتحادية، وهذا اكتمالا للنشاط الرياضي. هذا الكأس الجزائر لليوسي كامبيدو لكل أصناف هي تحضيرا للبطولة المغاربية التي ستقام بتونس أواخر شهر ديسمبر لكل الأصناف كذلك وذكور وإناث، وكذلك تحضيرا للبطولة العالمية التي ستقام بالجزائر في حوالي نوفمبر 2024 بمدينة وهران الرياضية المضيافة كذلك. ومن خلال ملاحظتنا لمنافسة اليوم رأينا أن يعني هناك تنافس شديد ما بين الفرق الجزائرية، والتي حضرت حوالي 32 أو 33 فريق تنافست على المراتب الأولى لهذه الكأس الجزائر، يعني والله كان مستوى يعني جد ملحوظ، وتطور مستوى الرياضيين خاصة رياضي النخبة المنطقين ضمن المنتخب الوطني والذين يحضرون للبطولة المغاربية في تونس، وكذلك للبطولة العالمية 2024 في الجزائر. بن نوار خالد من نادي إثري برج منايل، ولاعب في المنتخب الوطني. اليوم الحمد لله وفقنا ربي سبحانه وتحصلنا على كأس الجزائر المرتبة الأولى بجدارة. نشكر الزملاء توعي، نشكر الاتحادية، نشكر رونترين تاعي شيخ كامل أيد قاسم. الحمد لله، وهذا كانت ندية بين الكلوب بين الفرق، الحمد لله وفقنا ربي سبحانه، وهذا يعني تحضيرا للبطولة المغاربية ان شاء الله، وان وفقنا ربي سبحانه ونرفعوا راية الوطنية، وهذا تحضيرا كذلك للبطولة العالمية. بوجريبان اسمها، الحمد لله اليوم تحصلنا على المرتبة الأولى في الكأس الجزائر من نادي تحدي بن عمران. الحمد لله كانت المنافسة مليحة، كان نيفو مليح الحمد لله بعد كل عناء، ونقول الحمد لله. وهذا أيضا تحضير للبطولة المغاربية المقامة في ديسمبر في تونس إن شاء الله، وأيضا تحضير للبطولة العالمية في 2024 في الجزائر.
طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.